المستقبل القريب أمام المعيوف أكيد حارس خبرة. هجومية أمام رونالدو في مواجهة كريم بنزيما وجها لوجه لأول مرة في الملاعب السعودية. لاعب الاتحاد في إشارة للفريق الذي يريدونه إكمال مهمته. ضربة ترجع عن طريق اللاعب بروزو بيرسل الكرة، يريد النصر أن يفرض أسلوبه. كريستيانو هدف أول، لكن هناك راية كريستيانو أولى، الحذر واضح وتلسكا تصويب الله أوتافيو في متابعة مسيلة بنزيما تقدم وانتوب حمد الله عدى تلاعب مستحيل الله تحويلة الكرة العرضية العالية رأسية المتابعة هناك خطأ يحتسب وهناك ركلة العام حتى الآن كريستيانو ياخذ نفس يتقدم الآن كريستيانو الله لا أحد يضع الكرة في مكانها مثلك أبدا هدف التحويل النصر عائلة يضعها من ركلة الجزاء يعدل النتيجة صارت 1-1 إلى أسد الترنجا الكرة في مكان إلى كريستيانو هرب كريستيانو تقدم كريستيانو صواب الله لعب الكرة في مكان إلى ساديو عرضية وتغيير الاتجاه لا 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 المباراة هجوم في هجوم هجوم في هجوم حكمة وإلى استحواذ بالكرة أليكس تيلس بيرسل لك كرة لو عدى تلسكا عدى صواب أبو القنابل أبو القنابل يفجر واحدة هنا من مسافة قريبة في الكلاسيكو أحدث إصدارات نعم هذه أغنية شوفوا الاستلام شوفوا السحبة شوفوا المرور من يسار أليكس إلى يسار تلسكا والإنهاء بيمنى هدف ثسرة يحاول معه كانتي محاولة حظا حافظ عدى الله الله يا تلس متابع بنزيما في مكان إيغور حاول ولكنه كانتي من جديد في نص الملعب الله على الصناعة روما يا رب انقلات لاعبين نصر بينهم ولكن هنا يلعب بالنار أمام من كريم بنزيما إلى روما ضاعت بنزيما ضاعت غضب كبير من جانب جماهير الاتحاد عبد الرزاق في العودة في التمويل عبد الرزاق ولكن تنس يقطع الطريق تأتي من بروزو بروزو الله على الخط ساديو استلم لكن هنا عبد الرحمن العبود اللاعب الذي غاب طوال الموسم وضربة البداية وصلت الآن إيغور كورنادو بكرة عرضية رأسية الله إيغور انطلق إيغور بيرسل الكرة إلى عبد الرزاق عبد الرزاق عدى تلاعب مستحيل بنزيما يا رب تمام شوف كسرته شوف مراوغته التصدي الأول هنا الثاني تقدم ساديو بيلعب الكرة إلى فوفانا عدى ودار بيلعب الكرة وضرب في النار سلا كرة صارت إلى عبد الرزاق بيلعب الكرة في مكان بنزيما استلم صواب مستحيل يا كريم ساديو فوفانا خذ مكان رونالدو خذ مكان كرة ثابتة في هذا الكلاسيكو في هذه القمة يتقدم بيلعب لك كرة ولكن إيقاف الكرة والتحضين عليها وترك الكرة إلى خارج الملعب في تغيير قادم بالنسبة للنصر من الذي سيخرج تم اختياره في مباراة اليوم شايف هنا الجيكفار خروج الكرة إلى خارج الملعب ماذا سيقول حكم المباراة ركلة جزاء المباراة الثانية نشوف ونتابع شوف اللقطة شايف هنا اللعبة وشايف هنا لمسة اليد أو توجيه اليد شايف ولانا كرت النصر الأصفر كرت النصر الأصفر كرت النصر الذهبي يتقدم كريستيانو الله لن يستسلم النصر ومعه كريستيانو أبدا سيلاحقون أمانهم سيدافعون عن أحلامهم سيسجلون سيعودون سيتقدمون يريدون كذلك وصلت إلى أوتافيو كريستيانو من مسافة قوية الله
متابعة لكي يمرر إلى تاليسكا. تاليسكا من لمسة إلى أوتافيو، أوتافيو السيطر في المرة الأولى، كريستيانو والصناعة، تاليسكا والإنهاء، يتقدم الآن إلى ساديو. يا رب ما بين يمين كريستيانو ويسار تاليسكا للمثلث 4-2. هذا صدام الرؤوس ما بين أوتافيو وما بين سلطان، وشايف هنا تاليسكا والصناعة حب يضمنها، حب يضمنها، قال يا ساديو أنت ما سجلت من فترة. فيه بالسلامة جمهور النصر سعيد بالنتيجة، سعيد بالتقدم. تسلم، هناك سقوط، حكم المباراة يعطي إتاحة الفرصة الآن. أوتافيو إلى ساديو، 5 يسجلها النصر اليوم ويكسر عقدته التي استمرت بالنتيجة الكبيرة جدا. 5 شوف الكرة، سقوط احد لاعبي الاتحاد، شوف أوتافيو، تحرك ساديو بين المدافعين، الانهاء، انه ساديو ماني اختار اليوم الاهم والوقت المناسب والحمر ذلك جيدا، يرى بان له حتى يصل الى عبد المجيد الصليهم. هذه لقطة للبدلاء، 3 تمريرات تعود بعد ذلك في مكان إلى عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن غريب في الجهة اليسرى إلى عبد الرحمن غريب، تحرك كريستيانو، كريستيانو يطلب الكرة، كريستيانو يريد الهاتريك، كريستيانو يتقدم، يصوب، ولكن الكرة بعد كريم، كريم وقف، كريم تقدم، كريم صوب، ولكن الكرة، الكرة تصل إلى تاليسكا، تاليسكا تقدم، ما زالت الكرة يبحث عن مساحة للتصويب، للتصويب. يا رب حارس البربينية من جانب عبد الرحمن غريب، والكرة تصل ولكن المدافع، والكرة تعود مرة أخرى، الصافرة تأتي، النصر يحقق غياب بخماسية يكسر سلسلة دعة مثيرة مليئة بالإثارة والندية والأهداف.